بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من تعالوا نتكلم فيها. لو سألت أي طالب في ابتدائي أو في إعدادي إيه مساحة الدايرة، هيقولك 2 باي آر سكوير أو بالعربي 2 طه نق تربيع. طب إيه محيط الدايرة؟ هيقولك 2 باي آر. طب إيه بالعربي؟ هتبقى 2 طه نق. وزمان علمونا إن نق أو باي هي النسبة التقريبية، قالوا لنا كده إنها النسبة التقريبية، وقالوا لنا كمان إنها بتساوي 22 على 7 أو 3.14. ايه القصه بتاعت باي او ايه القصه بتاعت طه؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده، وخصوصا لما تعرف ان في جسمك باي او في جسمك طه. يلا بينا. اهلا بيكم مره تانية. طبعا لحد يسال انا ليه اصلا احسب مساحه الدايره، وليه احسب اصلا مساحه اسطوانه او حجم اسطوانه او حجم كره او اي حاجه فيها دايره، اي حاجه ليها علاقه بالباي او بالط. بسهوله جدا تحسب مساحه المثلث، بسهوله جدا تحسب مساحه المربع او المستطيل، لكن اشمعنى الدايره او الكره او اي حاجه زي ما عرفنا وكبرنا في التعليم اي حاجه فيها انحناء او اي حاجه فيها كيرف لابد ان يدخل فيها ما يسمى بالباي او بالط او بالنق. لكن لما تيجي تحسب اي حاجه فيها دايره او فيها كوره او فيها انحناء زي الكوره مثلا او الاسطوانه او الدايره او اي مثلا مخروط او اي جزء من الدايره او جزء من كوره، لابد ان يدخل في حساب مساحتها او حتى حجمها الباي او الط اللي بنقول عليه. موضوع حلقتنا النهارده لما نتكلم عن باي بمناسبته ان النهارده 14 مارس. لما تيجي تكتب 14 مارس سهل جدا، 14 شهر 3، ومن الشمال لليمين تطلع ايه 3.14 اللي هو النهارده 14 مارس. مارس هو الاحتفال العالمي بباي، الاحتفال الدولي بقيمه باي او بباي او بطه. جت منين وايه القصه وراها وليه نحتفل اصلا بالموضوع ده؟ في اسرار عظيمه جدا ورا الباي واسرار ضخمه جدا. انا وانا بحضر الحلقه فعلا فوجئت ببعضها كمان، رغم ان انا درست وعارف وتغرقت في موضوع باي ده وعارف قيمتها وعارف شكلها وجت منين، لكن في معلومات جديده اول مره هتسمعوها واول مره يمكن حضراتكم تاخدوا بالكم منها انها موجوده وليها علاقه بباي. وقبل ما اسرد لحضراتكم الحدوته وراء باي والقصه والطريف والطريفه والطرائف اللي وراء باي، لازم ندي نبذه تاريخيه عن بدايات حساب باي. اقدم الحضارات التي قامت بحساب النسبه التقريبيه باي هي الحضاره البابليه والمصريين والصينيين. البابليين حسبوها زمان، قالوا مساحه الدايره بتساوي 3 ار سكوير او 3 نق تربيع، مفيش باي. اذا هم افترضوا ان الباي تساوي 3 او النق او الط تساوي 3، والكلام ده كان سنه 1630 قبل الميلاد. المصريين القدماء قبلهم كانوا حسبوا بطريقه مختلفه عن طريق حساب المثلثات وطلعوا بنسبه اقرب شويه، والكلام ده موجود فرضيه في نطاق البحث عن باي، فرضيه مشهوره جدا تنسب الى الفرعون احمس والاكتشافها اسمه رايند، يعني مؤرخ اكتشف بردية وسميت هذه البردية باسمه، معروف باسم بردية رايند. لقى فيها ان المصريين القدماء قبل البابليين حسبوا طق او حسبوا باي بحساب المثلثات مش بحساب الدايرة وحساب القطر والمحيط. لقوا ان قيمة باي بتساوي 3.16، طبعا دي اقرب ما يكون الى الدقة منها من حسابات البابلية. والخطأ اللي موجود في حساب المصريين بالنسبة لقيمة باي، يعني بالنسبة لقيمة باي الحقيقية تقريبا 1%. طبعا نسبة خطأ 1% نسبة مقبولة جدا في مجال البحث العلمي. كلنا عارفين أرشميدس العالم الرياضي الفلكي الشهير جدا، وأرشميدس يعني هو صاحب يوريكا يوريكا أو وجدتها وجدتها. حسب قيمة باي أو حسب قيمة طه ازاي؟ انه ملأ الدايرة بمضلعات، يعني قاعد يرسم رسم هندسي لعبارة عن أضلاع مش دايرة، وبدأ يملى ويقرب المسافات جدا بين الأضلاع دي جوه الدايرة، وحسبها بطريقة هندسية وليس بطريقة سفيريكال، يعني مش بطريقة حساب المثلثات، بطريقة حساب هندسي. بالطريقة دي طلع أرشميدس قيمة باي أو قيمة طه بالتلاتة والسبع. قيمة باي بحسابات أرشميدس وده ثابت علميا، قال انها بتساوي 3 والسبع، واحد سبع يعني 1 على 7، احسب بالآلة الحاسبة 1 على 7 هتطلع 1.4828. 8258 ده رقم طبعا قرب كتير جدا من عن قدماء المصريين وعن البابليين، يعني كل ما بدأ يحسب قرب بنسبة تقريبية تكاد تكون للصحيح او الموجود زي ما هنعرف بعد شوية.
بعد البابليين وخدماء المصريين وارشميدس في واحد صيني عالم رياضيات برضو التاريخ بيقول عنه اسمه جو جونشاي. ده عمل 130 معادلة رياضية وقعد يحسب في النسبة التقريبية باي، ووصل لانه يكتب رقم تقريبي طبعا اقرب واحسن وادق من حسابات ارشميدس ومن حسابات الفراعنة ومن حسابات البابليين. وصل الباي بانها 3.14159200 او بالنسبة الاعتيادية 355 على 113. لو انت قسمت 355 على 113 ده الرقم اللي حسبه عالم الرياضيات الصيني من 130 معادلة رياضية. وتاريخيا اول واحد سمى النسبة دي اللي هي النسبة ما بين محيط الدائرة الى قطر اي دائرة واحد اسمه ويليام جونز، كان في القرن 18 سنة 1706 هو قال هنسمي الرقم ده او النسبة دي باي، وبعد كده خلاص بقت معتمدة وباسمه. لما استعملنا الكمبيوتر لما بدأت التكنولوجيا تزيد شوية لغاية سنة 1993 العلماء وصلوا لتريليون رقم بعد العلامة، يعني 3 تريليون رقم، ده لغاية سنة 1993. ولغاية سنة 2009 وصلنا ل 2.7 تريليون رقم بعد العلامة، يعني 3.27 تريليون رقم بعد الثلاثة دي سنة 2009 يا دوب. وعلى فكرة 2.7 تريليون رقم بعد العلامة العشرية ده خد شغل أو خد حساب 140 يوم متواصل، يعني 140 يوم الكمبيوتر عمال يحسب النسبة دي لغاية لما وصلنا ل 2.7 مليون رقم بعد الثلاثة. طيب آخر كم من الأرقام بعد العلامة الثلاثة كام؟ واحد ياباني اخترع معادلات وعمل كمبيوتر وبرنامج خاص وصل لغاية النهاردة 5 مليار رقم بعد العلامة، يعني 3.5 مليار رقم بعد العلامة اتخزن في هارد ديسك مساحته قد ايه؟ 6 تيرا بايت، 6 تيرا بايت عشان بس يشيل الارقام اللي بعد العلامة النهاردة اللي هي وصلت لخمسة مليار رقم بعد العلامة. اذا باي بتساوي كام يا طلاب؟ باي بتساوي كام؟ طب بتساوي كام؟ بتساوي 3. اكتب ارقام لغاية 5 مليار رقم بعد العلامة العشرية. العجيب والمذهل ان الارقام دي اللي هي 5 مليار رقم بعد العلامة العشرية ما في اي رابط بينها وبين بعضها، يعني اللي بيفهموا الرياضيات او حسابات يعرفوا ان في علاقة ما بين اي ارقام جنب بعضها، اما متوالية حسابية يعني كل مثلا كم رقم بزود واحد او بنقص واحد، بزود 100 بنقص 100 بيسموها متوالية حسابية. مفيش متوالية حسابية في الخمسة مليار رقم، او حتى متوالية هندسية يعني مثلا كل كم رقم بضرب في رقم او مثلا بضاعف الرقم او بكعب الرقم او بضربه في نفسه او بضربه مثلا في رقم معين بيسموها متوالية هندسية، او ان الرقم دوت يتضاعف بشكل ما بمعادلة ما بيسموها متوالية هندسية. مفيش الكلام ده، الخمسة مليار رقم بعد العلامة العشرية مفيش رابط يربطهم ببعض، لا متوالية حسابية ولا متوالية هندسية ولا حتى يعني نوع من انواع السيميلاريتي ما بين كل مثلا مليار رقم والمليار اللي بعده. الكمبيوتر بيشتغل على الحاجات دي وما لقوش، والعقل البشري لغاية النهاردة لغاية الفيديو ده ولغاية 2021 14 مارس 2021 لغاية دلوقتي مفيش باترن او علاقة في الخمسة مليار رقم بعد الرقم 3 اللي هي بتاعة باي، ما في علاقة ولا حتى تكرار. يعني مثلا هقول ان المليار الاول بيتكرر كمان مرة 5 مرات، او مثلا النص المليار الاول بالارقام بيتكرر ماشي مرة تانية، لا تكرار ولا علاقة حتى بين الارقام الخمسة مليار. الطلبة وحضراتكم في سؤال مشروع جدا، هنستفيد بايه بحساب الباي، النسبة التقريبية باي ماذا تفيدنا؟ يعني انت نسبة الباي دي اللي هي نسبة محيط الدائرة الى القطر بتاعها هتفيدنا بإيه خارج المدرسة أو خارج حسابات الطلاب اللي هي مساحة الدائرة ومساحة الاسطوانة، أو حتى مثلا المنحنيات بقى والكيرفات والأشكال المايلة والهندسية. وإن كان في حضرتكم طبعا أكيد عدى في حياتكم معادلات بعد الحساب المثلثات والهندسية لابد أن يتعرض بشكل ما جوه المدرسة أو جوه الجامعة لقيمة باي.
لكن خارج الدراسة الأكاديمية، خارج الورق والجامعة والمدارس وحتى الأبحاث العلمية، ماذا تفيدنا قيمة باي؟ إيه قيمة باي في حياتنا؟ وده السر اللي عدتكم بيه في أول الحلقة، إني لقيت معلومات رهيبة جدا عن باي واستخدامها، حتى إن هم سموها pattern of life، يعني أسلوب حياة، أو يعني حاجة موجودة جوانا إحنا وجوه الكون اللي إحنا عايشين فيه، وكأن هناك سر حطه الخالق سبحانه وتعالى في باي ممشي بيه الكون كله. يلا بينا مع بعض أشغل حضراتكم، لقوا الباترن دي إزاي في مجالات كتيرة جدا في حياتنا، وعشان كده عملوا لها احتفال النهاردة 14 مارس وسموه اليوم العالمي لباي. في الحقيقة الفضل لاكتشاف سر باي في الكون وفي الطبيعة وفي أنفسكم يرجع لواحد اسمه ألان تورينج. ألان تورينج سنة 1952 عمل موديل رياضي وحاول يطبقه على تكوين الجنين الأجنة، سواء الجنين البشري أو الجنين الحيواني أو الجنين النباتي أو أي جنين، وقال إن الباترن ده بيسموه التشكل أو المورفوجينيسيس. المورفوجينيسيس دي بيقول إن إزاي بيتكون الجنين، بدأ يلاحظ بدايات تكون الجنين. يعني مثلا لو في البشر عندنا بأول حاجة بتتكون هي طبعا شكل الجنين الجمجمة، وبعدين العمود الفقري ويطلع منه الأطراف ويتطور بعد كده في الرحم لغاية لما يبقى جنين، نفس الشكل تقريبا اللي هو المورفوجينيس زي لقى في كل الطيور وكل الحيوانات. تتكون أول الجمجمة المخ بتاع هذا الكائن الحي، وبعدين العمود الفقري إذا كان فقري، وبعدين يطلع منه أطراف. فالمورفوجينيس دي اتبنت على موديل رياضي، لقى ان عشان يتكون الجنين لابد ان يكون في نوعين من الخلايا، خلايا بيسموها يعني منشطة وخلايا مثبطة، عكسها تماما. كل خلية بتتكون من اتنين، واحد مثبط وواحد منشط، لأن العلاقة بين كل خلية بتتكون في الأجنة، العلاقة بين الخلايا المنشطة والخلايا المثبطة ليها، لأن العلاقة الرياضية اللي بتربط الخليتين دول أو التو جينز دول عشان يكونوا خلية واحدة، سبحان الله، بتخضع لي باي بالنسبة التقريبية 3.14 إلى آخره. إذا في كل كائن حي الكلام ده؟ أيوة. إذا في التشكل أو المورفوجينيسيس بتتكون بقاعدة ألان تورينج على قاعدة باي؟ أيوة. إذا أنا تكونت أساساً بمبني تكويني وأنا في بطن وأنا لسه جنين بقاء على حسابات باي؟ أيوة. وحضرتك اتكونت وأنت في الجنين برضو بحسابات الخلايا اللي بتكون يا مسهل، حضرتك وأنت في لسه في الرحم برضو بالموديل الرياضي اللي عامله ألان تورينج سنة 1952 بباي. النحلة، الحصان، أعزكم الله، مثلا أي حيوان تاني، أي طير، حتى أي جنين بيتشكل أو المورفوجينيسيس بتاعته بتخضع لي موديل رياضي في الأساس بيستند على النسبة التقريبية باي. وده يمكن أول إعجاز، إن ما في جنين بيتشكل إلا لما بيخضع بداية تشكله إلى باي، اللي هو كل خلية لابد ان يكون فيها اتنين هون مورفوجين، مورفوجين واحد مورفوجين اكزيبيتور، واحد مورفوجين انهيبيتور اللي هو مثبط ومنشط. يعني النسبة بينهم في اي خلية بتتكون يا هذه باي. تاني حاجة، بص حضرتك في منبت الشعر اللي هي ورا هنا كده، اللي فيه طبعا في واحد يبقى عنده منبت واحد، واحد عنده منبتين للشعر. منبت الشعر مثلا عندهم شعر زي حالاتي لسه، المنبت بتاع الشعر ده عامل دايره، الدايره دي لما جم يطبقوا الباترن بتاعها ازاي خدت الشكل ده، يعني بالاتجاه ده بالزوايا دي، لقوها انها بتخضع الى النسبه التقريبيه باي. اذا منبت الشعر في راس الانسان بيخضع الى النسبه التقريبيه باي. الحيوانات المنقطه زي مثلا الزرافه او زي النمر او بعض الغزلان او عزكم الله الزبرة او الحمار المخطط، لقوا فيه باترن وفي كده مش عشوائي، يعني الخطوط او النقط وتوزيعها على جسم الحيوانات دي، النقط اللي موجوده على الحيوانات المنقطه بتخضع الى برضو توزيعها في الاول وفي الاخر لما بيرجعوها للموديل الرياضي او الباترن الرياضي، لقوها بترجع في الاساس الى باي. يعني توزيع الخطوط على اي حمار مخطط، وتوزيع النقط على اي نمر، او توزيع النقط والبقع على اي زرافه او على اي غزاله منقطه، كل او حتى كلب منقط اللي هو باركش ده بيبقى برده متوزع ببطن اسمه باي. بصمات الاصابع رغم انها مختلفه، وبصمات الاصابع دي مختلفه، لكن كل صباع لو انت خدت الخطوط بتاعت كل صباع دي وعملت لها كده يعني دراسة وتوزيع معين، هتلاقي انه بيخضع في الاول وفي الاخير الى باترن رياضي اللي هو الموديل بتاع ألان تورينج ده، يخضع الى باي. اذا بصمات الاصابع والتعريج لبصمات الاصابع بيخضع الى باي.
غير كده كمان النتوءات والتعاليك اللي موجودة في مخ البني آدم، لو كل طبعا بعضكم شاف المخ، المخ اللي كنت سواء مخ إنسان أو مخ حيوان أعزكم الله، التعاليك اللي موجودة في المخ لما جم يحسبوا هي ماشية إزاي وهل هي عشوائية ولا منتظمة، لو منتظمة بشكل ما بيخضع إلى الباترن بتاع باي. كمان التعاليج اللي موجودة في الرئتين الاثنين، التعاليج اللي موجودة في الأمعاء وفي جدار الأمعاء برضو لوها بتخضع للباتر باي. إذا ده جوه جسم الإنسان، تعاليج المخ، تعاليج الرئتين اللي موجودة في كل رئة، البصمات الأصابع، التعاليج اللي موجودة في الأمعاء الداخلية أو حتى الجسم الداخلي للأمعاء، كل ده بيخضع إلى باتر الباي. حاجة معجزة، رجعوها للموديل الرياضي اللي عمله ألان تورينج من 1952 لوها كلها بتخضع إلى الباتر باي 3.14% أو 22/7. ده في جسم الإنسان، أو حتى توزيع الخطوط اللي موجودة على الحمار المخطط زي ما أشرنا. السمك، السمك اللي قشور بتاعت السمك، قشر السمك مش بتوزع عشوائي عند الظهر وعند الجانبين، لما جم يعملوا خريطة لتوزيع قشر السمك، القشر اللي بنرميه ده بتاع السمك متوزع او منبت او نابت على جسم السمك او بعض الاسماك ايا كان نوع السمك، لباترن بيولوجي بيخضع في الاخير لموديل بتاع ألان تورينج بتاع باي. اليومين دول موسم الخرشوف والورود والربيع، وداخلين على الربيع كل سنة وطيبين. توزيع الورق في اي وردة تختارها، لو انت عملت عليها موديل رياضي اتجاه الوردة وكم وردة في كل لير او كم وردة او كم ورقة ورد في كل طبقة من طبقات الوردة ايا كان نوع الورد، او كم ورقة خرشوف في اي طبقة من طبقات الخرشوف من الداخل للخارج، كلها بتخضع للموديل الرياضي بتاع ألان تورينج لباي. توزيع اللب داخل عباد الشمس، اللب ايا كان نوع اللب، طبعا بيطلع شجر اللب عامل زي عباد الشمس كده، توزيع اللب داخل زهرة عباد الشمس بيخضع للبطل الرياضي اللي هو في اخره بيتعرض لقيمة باي 3.14%. القواقع اللي في البحار، الدايرة بتاعة القواقع من منبتها لغاية اخيرها لقوا الباترن بتاعها بيخضع لباي. بس اقول لكم كمان التجويف الودن والدايرة دي ما هياش عشوائية، هات ودن اي بني ادم وطبق عليها الخطوط بتاعتها من الخارج للداخل هتلاقيها بتخضع للموديل الرياضي بتاع ألان تورينج برضو لباي. طيب ده في جسمنا او في جسم بعض الحيوانات او النباتات او الورود او حتى الاسماك زي ما اشرت ان في توزيع بيخضع في الاخير الى الباترن بتاع باي. ماذا عن الكون حوالينا؟ لما جينا رصدنا حركة السحب وحركة الامواج بموديل رياضي وقعدنا نرجعه او نعمل كورليشن ما بينه وما بين الموديل بتاع ألان تورينج بتاع 1952، لقينا ان حركة الامواج وحركة السحب كمان بتخضع للموديل الرياضي بتاع ألان تورينج، بتخضع الى قيمة باي. مش بس كده، ده التورنيدوز اللي هي الاعاصير وهي بتتكون في غلاف الجو الارضي لما جم يطبقوا الموديل ده عليها لو بتنطبق بشكل معجز. اذا الدوران بتاع الاعاصير والدوامات اللي في غلاف الجو الارضي وحتى الدوامات اللي ساعات بتحصل في المحيط او في البحار الكبيرة لوها برضو بتخضع للباترن بتاع باي، يعني بنسبة 3.14%. عندنا في مصر حاجة معجزة، وصدق أو لا تصدق، النسبة ما بين محيط الهرم الأكبر خوفه هو أحد عجائب الدنيا السبعة إلى الارتفاع الرأسي من مركز الهرم لغاية أعلى حتة فيه وهو موجود لوها بتساوي باي. يعني باي بتنطبق على أي دايرة، وبتنطبق قدماء المصريين حسبوا محيط الهرم الأكبر بالنسبة إلى ارتفاعه يساوي باي. خد الكبيرة، الأنهار، جميع الأنهار اللي ربنا خلقها على كوكب الأرض، الأنهار مفيش نهر كده ربنا خلقه مستقيم، امسك الأطلس وافتحه هتلاقي كل الأنهار فيها تعاليج، كويس؟ طيب خد المسافة بقى من منبع النهر، أي نهر، نهر النيل، نهر المسيسيبي، نهر الدنوب، أي نهر، خد المسافة من منبع النهر إلى المصب، يعني منين بيبدأ منين وبينتهي فين، دي المسافة الطولية بدون تعاليج. وبعدين خد الطول الحقيقي للأنهار دي، أي نهر جربها، الطول الحقيقي بتعاليجه وقسمه على الطول الفعلي من المنبع للمصب هيطلع باي. مش بس كده، الجالكسي، دي الميلكي واي جالكسي او معظم السبايرال جالكسي، المجرات الحلزونيه، الدوران الاذرع والنسبه والتناسب ما بين الدوران والطول من المركز لغايه حرف المجره بيخضع للنسبه التقريبيه باي. شيء معجز.
ده كلنا عارفين مبدأ عدم اليقين بتاع هايزنبرج في الفيزياء، اللي هو بيحسب المسافات بتاعت الإلكترونات أو فين الإلكترون بالنسبة للنواة بتاعته، والمبدأ ده بيتطبق حتى على الكون، في بعض الناس طبقوه في الكوسمولوجيا أو في علم الكون. لابد أن المعادلات مبدأ عدم اليقين دي اللي هي بتوصف شكل الذرة أو شكل الكون بمجراته، لابد أن يكون فيها باي اللي هي طه أو نسبة تقريبية. من جنان البشر لما يحتفلوا كل سنة زي النهاردة بباي أو بنشأة باي أو بالرقم باي اللي هو يساوي 14-3 أو 3-14 شهر مارس، يعني هيعملوا مسابقة لمين يقدر يحفظ عدد أرقام أكتر بعد العلامة. يعني أنت ممكن تقدر تحفظ كام رقم بعد التلاتة، يعني أنا كلنا عارفينها 3-14، لكن هي هل تقدر تحفظ يعني 100 رقم 1000 رقم؟ فعملوا مسابقة لمين أكتر واحد يحفظ أرقام أكتر. الريكورد اللي موجود النهاردة أو رقم القياسي اللي موجود النهاردة بتاع واحد صيني اسمه تشاولو. تشاولو ده سمع كام رقم بعد العلامة من 5 مليار رقم؟ سمع 67,890 رقم بعد العلامة، وقاعد يسمعهم بشكل متواصل غيبا مغبيين عينه، وقاعد يقول الأرقام بعد العلامة اللي هي 67,890 رقم بعد العلامة. شاولو عمونا شاولو ده، طبعا احترام لشاولو، الرقم ده قاعد يسمع فيه لمدة 24 ساعة واربع دقايق، ريكورد لغاية النهاردة. ممكن حضرتك لو انت عندك مقدرة الحفظ حاول تحفظ الأرقام اللي بعد العلامة العشرية، وممكن تكسر الرقم القياسي بتاع شاولو الصيني ده. مش بس كده، خش على جوجل بلاي هتلاقي فيه جيمز او ابليكيشنز انت ممكن تلعب بيها، عاملين كده ايه 3 بوينت وبعدين عاملين جدول، انت بقى استعمل ذاكرتك واقعد من الارقام دي، لو صحيحه هتقعد تكمل تكمل تكمل، لو رقم فيهم بس غلط بعد العلامه دي هيدي احمر واللعبه تبوظ وتبدا من الاول. الله، اذا بدا يكون في اندرويد جيمز اللي بتطبق ذاكره الانسان لحفظ الارقام العشريه بتاعه باي. طبعا ده نوع من انواع الجنان، يعني الرقم ده العلماء لغايه دلوقتي بتوع الرياضيات وبتوع الكمبيوتر ساينس بيحاولوا يشوفوا ايه السر اللي يعني اللي موجود في هذه النسبه التقريبيه. حتى ان في واحد من ولادي بيقول طب ما ده موجود برضه في المثلث، يعني زوايا المثلث الداخله، اي مثلث سواء كبير او صغير زوايا داخله 180 درجه. طبعا ده لا، اللي درسوا فلك عارفين ان ده لا، انت لو رسمت المثلث على بالونه او على كورة هيطلع زوايا المثلث الكروي ده اكتر من 180 درجة. فاذا ده يعني حاجة خاصة بالباي اللي هي بالدايرة، لازم اللي هي النسبة ما بين محيط الدائرة على القطر بتاعها، واللي ربنا سبحانه وتعالى بيصير الكون كله بناء على هذه القاعدة وعلى هذا البتر. يقول لك اي دايرة من اول حتى النني بتاعين حضرتك لغاية قرش الشمس لغاية أطراف الكون اللي قد تبدو مثلا دائرية أو منحنية، لابد أنها تخضع إلى النسبة التقريبية اللي لغاية النهاردة محدش عارف سرها إيه. ويمكن أنا بخمن كلام عمر فكري، لو اتكسر البطرن ده أو فهمناه نفهم كيف الله سبحانه وتعالى خلق الكون. وطبعا ده عمره ما هيحصل، لأن الله سبحانه وتعالى ما وراش حد كيف بدأ الخلق، لأنه قال ووضح في كتابه العزيز ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة من تعالوا نتكلم فلك، وطبعا هو ليه علاقة بالفلك لأن كل الأفلاك وحركة نستقوله كمان أن الأوربتس والأقمار الصناعية اللي منطلعها من الأرض كلها بتخضع إلى أوربتس بيخش فيها باي شئنا أم أبينا، غصب عننا باي بتخش في حسابات الفلك وبتخش في مدارات، بتخش في حسابات الكواكب سواء الطبيعية أو حتى الأقمار الطبيعية أو الأقمار الصناعية، باي بتخش فيها. أتمنى يكون موضوع حلقة النهاردة عجب حضراتكم، وزي ما كل اليوتيوبر بيقولوا لو أنت مشترك في القناة انزل تحت بس دوس لايك وشير الحلقة عشان يعني توصل لأكبر عدد من الناس. لو أنت مش مشترك في تعالوا نتكلم فلك أرجوك انزل تحت دوس على العلامة الحمراء اللي مكتوب عليها سبسكرايب أو اشتراك، وأشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.